سنزور اليوم متحف بي ام دبليو هنا في ميونخ لنشاهد تاريخ صناعة الطائرات إلى المحركات والآلات الهوائية والدراجات النارية والسيارات، إذ كانت هذه الشركة في بداياتها تصنع الطائرات وليس السيارات. ولمحبي كرة القدم وخاصة الألمانية منها سنزور الملعب الأولمبي الذي شيد عام 1972. هيا بنا. ميونخ أولمبيك ستاديوم هو ملعب رياضي يقع وسط ميونخ ويعد معلما سياحيا، وتم افتتاحه رسميا في 26 من مايو عام 1972، وهو من تصميم المهندس المعماري الألماني فراي أوتو. وكان هذا الملعب هو المقر الرئيسي للألعاب الأولمبية الصيفية، كما أقيمت على أرضه نهائيات كأس العالم عام 1974 وكأس الأمم الأوروبية لكرة القدم عام 1988، كما جرت على هذا الملعب نهائيات دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية. كان هذا الملعب لغاية عام 2005 الملعب الرئيسي لنادي بايرن ميونخ، وأنصح بقصد هذا الملعب الأولمبي في ساعات الصباح، إذ قد يكون مغلقاً للسياح في حالة إقامة مباراة بين الفرق، وغالباً في فترة بعد الظهر أو المساء. متحف بي ام دبليو يقع قرب مبنى الشركة، وتعرض فيه كل ما انتجته بي ام دبليو من سيارات الدكسي قبل الحرب العالمية الثانية، وسيارة الازيتا الفقاعية، وسيارات السباق. وتعرض هنا ايضا تشكيلة كبيرة من المحركات والالات الهوائية والدراجات النارية والسيارات، واكثر من 400 نوع وتصميم تعكس عمق تاريخ الهندسة والانتاج الالمانيين. بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية تم إجبار ألمانيا على وقف تصنيع الطائرات من قبل الحلفاء، وكان ذلك سبب تحويلها إلى صناعة السيارات بدلا من الطائرات. ليث بزاري، العربية، ميونخ، ألمانيا.